وبعدين بيبعتلي الكادو، وين بعتلي الكادو اللي بعتلي موز مقشرة. يا الواحد بيقول لي شو اسمه اسود، عشك اسود، حب عش ابيض، كيف وجه اشبه وجه. حبيتها هيدي. ايه ولا عش بيشبه وجه بنات، عش بيشبه وجه. حلو كتير. كربوج هيك مثلي. وبعدين فهمنا صرتوا كلكم كنتوا شو تناطفوا. انت حاجة تبعت لباذنجان، انا ما بحبه لباذنجان، ما بحبه، بحب الموز. انا بحب الموز، حتى لنا غنية موزي موزتين لا تشوفي غنيها. ايه واحدة اصلا طلعت غنتها، بدها تشوف قد العالم هبل. طلعت غنت وعن جد مطاوش فيها العالم. طلع موزي بتقول ماوزي ماوستين اوتي اوتوفتين ار خمسة. كان اغنية البيضات، في طبعا البيضات كمان. في اغنية البيض، بيضة مسلوق، بيض مسلوق كمان. ولا في كتير اغاني، يلا اكتب ماوزي ماوستين. ايه اكتبي ماوزي ماوستين. مقشرين ولا لا؟ مقشرين؟ لا مثل ما هني اطيب. شو تعتعت انت شو عم تحكي؟ الكليك بيحكوا مع بعض من عندي. يعني الواحد حذر شو قال اللي بيضيع العراقيين وهيك يفوتوا لعندي باللايف يلاقوهم. ماما تبعت لي يا حبيبي، وصلتي للبيض قلبي يعملي. قومي رقصي وفرجينا رقصك من شوي. رقصة تعبت تخلص. حلو عني طلعوا من راسي. أفكر أنا شعراتي والله العظيم أنا سلم من وقت ما قصيت غيرتي وما بقى طقت شعراتي، ما بقى حبيته، ما بعرف يعني ما بقى حبيته. أنت وبتنام تحلم فيني. نصحانة بعرف، هلا ضعفت شوي بعد، كنت أنصح من هيك. شوفينا ولا فتحة سوبر ماركت، لأنه اللي بده يبعث لي موز بدي أعمل له بلوك لأنه قرفتوني. واحدة بدك أنجي وشيرات لزيكم صاحبة. شو بدنا هالزبالة؟ بشرفك ما تجيبي سيرتها. يا أنوش شو بتبقى؟ مش خايفة من ربنا؟ يا الله انت شو بدك بيني وبين ربي؟ ليه بدي خاف؟ انا شو عاملة؟ انا قتلت شي؟ اذيت شي؟ حكيت على حدا بشي غلط؟ ظلمت حدا؟ غير ما الكل بيظلمني والكل بيلعب فيني والكل بده يعمل شي مثل هيدي الشلكة شراز ناكت ام. يعني ما بدي اقعد سبتة وقعد افتح مواضيع، ما لي خلاقة تقعد تهدك ولا تحبسني. روحي كل الخرا مضبي وليه؟ روحي كل الخرا، تعي اشتكي من طلطيزه. انا اللي مشتكيه عليكي، تقبريني، سرقتي الانستغرام تبعي، اخذتيه وصرت تنزلي قصص تاكلي هوا وصرتي عم تلعبي بعقلاتي يا بنت الحرام. شو فتح الموضوع هلا؟ خبرتك كم قصة فكرتيهم مزبوطين؟ هددني طلعتك تعمل لي التاج وتبعث لي قصص من الفيك عساس ما بعرف انه انت يا خرية. ماني حاولتها see. I'm gonna see.
بتعمل كده؟ كسر على راسي قصدي؟ تضيع يلا بحبكم كثير، بتمنى ما بقى تفتحوا لي سيره حدا، لانه عن جد انا ما بقى لي خلاق سيره حدا، ما لي خلاق خلص، يعني ما تفتحوا لي ولا موضوع ولا موضوع بالضغط هول القصص، المشاكل القديم وقف شوي، مشاكل القديم وقصص هيك بليز، انا ما بقى بدي اسمع ولا بقى بدي احكي، ما تخلوني اطلع احكي يا رب بالجد بالجد، ما تخلوني اطلع احكي، ما تخلوني اطلع بجيب هول القصص القديمه، انا صلي سنه عم بنلعب فيني وعم بصير فيني كل هول القصص، يعني خلص هلا وصلت لمرحله عرفت كل شيء وهيك وخلص، بس ما لي خلق اقعد احكي ارجع فيهم، انا تعبت، انا بنت تعبت، فلهيك سكروا على الموضوع وخلينا هيك نطلع كل يوم نرقص وننبسط، وارجع افتح لايف وانبسط معكم، انا كثير عم بنبسط معكم وقت عم بطلع، وانا كثير مبسوطه انه انتم هالقد بتحبوني، فبترجاكم بليز 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 ما بقى حدا يفتح موضوع المشاكل معي او تسموا لي اسامي، ما بدي موضوع حدا، بدكم تحضروني بتفوتوا بتحضروني بتجيبوا سيرتي بس اذا بتريدوا دين، اتفقنا؟ ما بدي بقى اسمع سيرة حدا، مش انه انا تهددت خفت من هيدي الشلكة، لا هاي الشلكة شيلوا لي اياها على جنب، اصلا هي حسابها رح يكون عصير، في غيري بده ياخذ حقي، انا ما بقى لي فيها واوريدي اشتكيت عليها هون بسوريا، فخلص خلينا هيك مبسوطين وعم نرقص وعم نغني وعم نضحك، بس ما تستفزوني وتجيبوا قصص قديمه بليز، اوكي بحبكم كثير، وانا رح سكر لانه بدي اقوم نظف البيت، يعني شو بدي اخبركم البيت منظر، يعني منظر مخيف 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 يعني كمان وانا شو بدي اقول لكم، انا بالنسبه انا كثير في برامج عم يطلبوني وهيك وكل شخص، انا ما عم بقدر اطلع لانه بهالفتره يعني اصلا وعندي مشاكل هيك ما عم بقدر اطلع، بس ان شاء الله قريبا رح اعمل مقابله مع حدا كثير معروف وكره بتشوفوا، وهلا انا فضيت، هلا بطل عندي شيء، يعني هلا صار فيني فوت تمثيل صار فيني، وهلا شوي شوي عم تروح يعني بتخلص قصه الكورونا وهيدي البطيخ، فان شاء الله بتشوفوني بقصص كثير حلوه، ورح احاول قد ما فيني انه بفرجيكم فني.